نروح لكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي كابتن محمد رمضان دلوقتي شغال كذا شغلانه ابرزهم دلوقتي سستمت مارسيل كولر اسستمه ليه مارسيل كولر الفتره اللي فاتت كان يا انا عايز ده انا مش عايز ده انا هعمل كده لا انا مش هعمل كده لا انا مش, هعمل كده. لا أنا مش ع... كان كلامه صارم جدا وكابتن محمد رمضان مش عايز يحسس كولر برضو انه جاي يفرض هو كلمته كابتن محمد رمضان فتعالى يا كولر بقول لك ايه الاهلي محتاج مهاجم كولر كان مأجل الموضوع ده ليناير فكولر يقول لمحمد رمضان آه همشيها بوسام ابو علي وكهربا لا طب لو كهربا تصاب طب لو وسام اتصاب لا احنا محتاجين مهاجم تاني فالكابتن محمد رمضان اقنع مارسيل كولر انه الاهلي لازم يجيب مهاجم قبل غلق فتره الانتقالات الحاليه قبل ما نوصل ليناير والنادي الاهلي بيتحرك بمنتهى السرعه في ملف المهاجم الاجنبي. في ملف المهاجم الاجنبي. والامور لسه شغاله. والنادي الاهلي خلال ايام هيعلن عن مهاجم اجنبي جديد ينضم للفريق. دي حكايه. حكايه اخرى. بحسب مسؤول في الجهاز الفني للنادي الاهلي عمر الساعي. عمر كمال عبد الواحد اشرف داري التلاتة دول غالبا هيتم اعتماد عليهم بشكل اساسي في مباريات كاس السوبر المصري الاقرب اثنين اشرف داري وعمر كمال عبد الواحد دول بنسبه كبيره جدا جدا اساسيين عمر الساعي خمسين خمسين يعني ممكن يبدا بيه على الدكه ويشاركوا في وقت من المباراه ممكن يبدا بيه اساسي عمر الساعي خمسين خمسين لكن اللي بنسبه كبيره جدا اشرف داري وعمر كمان قبل الواحد هيبداوا بشكل اساسي خاصه مع اصابه محمد هاني فعمر غالبا هيبقى موجود وكريم فؤاد كمان مصاب فعمر موجود غالبا يعني طيب بمناسبه محمد هاني محمد هاني كان مركب ركبه كده صناعيه وشالها وبدا يتحرك في بعض التدريبات البدنيه وبيحاول يقصر المده يعني مع الجهاز الطبي يعني انه يرجع فيها للملاعب هل يأثر المده دي معناها انه ممكن يلحق مباراه السوبر المصري؟ لا صعب محمد هاني يعني يلحق السوبر المصري صعب جدا لسه قدامه شويه وقت كمان بس هما بيأثروا المده شويه ومحمد هاني يعني كان من الركائز الاساسيه الرائعه جدا مع النادي الاهلي الموسم اللي فات مميز محمد هاني يعني دائما دي حكايه